Buonasera, tira davvero una brutta aria sull'Italia politica. Ieri lì... كيف العادة؟ كيف يقعد يحب ياكل؟ A sostegno dell'occupazione, ma senza incidenti, senza le violente contestazioni che si sono verificate in altre giornate di sciopero nei mesi scorsi. A Milano invece erano 50.000, un lungo e pacifico corteo scandito da slogan. ردي بالك تحرق يديك. أبينا الجوع العباد. ما نتعشاوش. Che gente? Dici te te scema. مسافر بعيد لإيطاليا. كلكم تحبوا تمشوا إيطاليا. محمد راني نشوف الماء. محمد راني نشوف. ربيعة واش بيك؟ اروح هاد المسمى قلتي ولا كلمة، شنو بيك؟ يلزمها ترد بالها. كيف؟ ردت على فوتو دي نوني. جي لي في. شحال تعمل السومة نتاعها؟ 2000 ليرة؟ كمان كيلو خبز. اون كيلو دي باني. انت راه عقلك ديما في الدراهم. اقعد انت في هذا الدار تبكي على كل شيء. البنت راها مازال صغيرة. مازال صغيرة؟ راهي في عمرها 14 سنة، تقضي النهار كله بلا فايدة. تعرف خير خليها تطلع تخدم عند جارتنا في الفوق. واشنو 14 سنة؟ اشنو 14 سنة؟ اشنو؟ ها؟ انت اللي ما بقى عندك صبر. دوي اطلق مني، ما تحبش عليا يديك من فضلك. اسمع
نقول لك كلمة وما تحبش نعاودها. أنا نخدم على ولادي، أنا اللي راجل هنا مش يدي. أرواح لهنا نقصك حاجة؟ التليفون مقطوع وحتى اش بيك؟ لا لا نمت تعبان. لا انا جيعان.